استعدادات النادي الاهلي، لان احنا متعودين خلاص حفظنا كده مع كولر، انت بتلعب الماتش النهارده، تاني يوم بتتمرن الصبح، واليوم اللي بعده بتاخد اجازه، وبعد كده ترجع تستأنف تدريباتك. فالاهلي امبارح على مدار 24 ساعه كان اجازه الفريق كله، النهارده الفريق استأنف تدريباته الساعه 9 الصبح استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري الهامه للغايه. الاستعدادات كانت من خلال بعض الفقرات المختلفه، وزي ما حضراتكم طبعا شايفين كده على الشاشه لقطات من مران الاهلي الصباحي اليوم تحت قياده طبعا كولر. كان في اجتماع في البدايه ما بين كولر واللاعبين قبل انطلاق المران، وده عشان يتم الحديث عن مباراه الاتحاد المقبله وكيفيه الاستعداد ليها وبعض النقاط المهمه الفنيه والتكتيكيه تحديدا اللي ركز عليها كولر. وبعد كده كان بدايه المران وفقرات بدنيه متنوعه تحت قياده اندريس اندويا مدرب احمال الفريق، وكانت حوالي يعني لمده 40 دقيقه. وبعد كده تنفيذ بعض الجوانب الفنيه في المران. كولر كمان كان قاد تدريبات فنيه بشكل متنوع، وفي خلال او نهايه المران كان في تقسيمه قويه شارك فيها اللاعبين بشكل كامل وادوا بشكل جيد. في المقابل طبعا تدريبات حراس المرمى مستمره تحت قياده ميشيل يانوكن مدرب الحراس، موجود الشناوي طبعا وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، تدريبات بدنيه وفنيه مميزه في جانب حراس المرمى. فالامور ماشيه في الاتجاه الايجابي المميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بكره الاحد هيبقى في مران للنادي الاهلي الساعه 5 المغرب، تجمع الساعه 4، مران هيكون مهم وختامي قبل لقاء الاتحاد السكندري اللي هيكون بعد غد ان شاء الله الاثنين زي ما قلت لكم الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام ملعب النادي الاهلي. ان شاء الله يكون انتصار جديد بالنسبه للفريق. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها اطمنكم على محمود متولي، الامور بالنسبه له جيده للغايه، شفي تمام الاصابه، يعني يبقى بس ايه ان هو يكون جاهز بدنيا بنسبه 100%. محمد عبد المنعم طبعا اطمنا عليه خلال المباراه اللي فاتت، عندك عناصر كتير جدا مميزه في مختلف الخطوط، اعتقد ممكن يكون في استمرار لمشاركه بيرسي تاو كاساسي، في عنصر بيقترب من العوده هو كهربا باذن الله واحد احد. ايمن اشرف برضو دخل في الفرقه بعد اصابه الركبه، الامور جيده بالنسبه له، يبقى برضو قرار فني اللي بيتعلق بكولر هل يقدر يكون موجود في القائمه ولا لا، كلها تقييمات بدنيه وفنيه بتتعلق بالجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي اللي بصراحه الواحد مبسوط منه جدا بمنتهى الامانه. يعني بداية مع كولر بداية مناسبة جدا جيدة للغاية، حسين الشحات من ضمن اللاعبين المميزين اللي بيعودوا بشكل جيد مع النادي الأهلي وشارك في المباراة اللي فاتت آخر 10 دقائق، لأن الناس كانت بتقول لك إن هو خارج الحسابات والأمور اللي زي دي، قفشة من العناصر المهمة كمان واللي سواء بيبتدي كأساسي أو كبديل يعني بيصنع الفارق بالنسبة للفريق بشكل ملحوظ في وسط الملعب. فكولر قادر لحد دلوقتي بشكل مميز إن هو يدير أحوال الفريق بشكل جيد على الصعيد الفني، وان شاء الله باذن الله الاهم الاستمراريه، ده امر مؤكد، يعني ان شاء الله الاستمراريه تكون من خلال انتصارات مختلفه بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. ده بخصوص تدريبات النادي الاهلي وبخصوص الامور الفنيه واستعدادات الفريق لمباراه الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين باذن الله تعالى. واكيد كل دعوات جماهير الاهلي معاهم، لان جمهور الاهلي بصراحه يعني ايه بيستنى الماتش من ساعه ما الماتش اللي بيتلعب يخلص، يعني انت لو بتتفرج على الاهلي النهارده بتبقى مستني الماتش اللي بعديه على طول. يعني جمهور الاهلي دايما عنده شغف يتفرج على فرقته، يعني دي حاجه احنا عارفينها كويس جدا وحاجه متعودين عليها كويس جدا كلنا كاهلاويه، ولو ايه بيتلعب في نفس الوقت احنا بنتابع النادي الاهلي يعني، وده طبيعي جدا داخل القلعه الحمراء، ودي منظومه النادي الاهلي ودي جماهير كمان النادي الاهلي اللي دايما متشوقه لرؤيه الفريق في الملعب بمؤازرتهم طبعا ومساندتهم المعتاده بشكل جيد. انا بس عندي جزئيه مهمه دايما، وعلى فكره هي دي ليها مزايا برضه، هي حته ايه؟ ان انت حتى لما بتكسب بطوله، حتى لما بتكسب مباراه كلام من ده، عين جمهور الاهلي دايما رايحه ناحيه السلبيات، او بعض من جماهير الاهلي رايحه ناحيه السلبيات. ليه؟ هم معذورين في كده في الحقيقه، هم بيبقوا عايزين يشوفوا احسن حاجه للاهلي، يعني نكسب الماتش من غير ولا غلطه. هو طبعا ده مش موجود في الكوره، يعني ده صعب شويه، بس نكسب الماتش من غير ولا غلطه من اي لاعب، نكسب الماتش واحنا عاملين ماتش جامد جدا، نكسب الماتش ما فيش كوره عليه، يعني فاهم؟ تحس ان دايما التفكير في النادي الاهلي او جمهوره بالتحديد يقول لك لا انا عايز اشوف الاهلي في احسن صوره، وده حقه بصراحه، لكن هي معادله صعبه ونادر حدوثها في اي فريق في الدنيا.
فبالتالي عيون جمهور الاهلي دايما بتروح ناحيه السلبيات. عشان كده انا كلمت في حته محمد الشناوي، لا مش لازم احنا اللي نهبط من لعبتنا، اه طبعا ننتقدهم وكل حاجه، بس مش اللي هو نقف عند القصه كتير، لا احنا كسبنا ماتش صعب قدام المحله، صعب جدا. احنا ماشيين بشكل ممتاز منذ بدايه الموسم وانطلاقته، سواء افريقيا بتكسب اتحاد المنستيري ذهابا وايابا، بتصعد لدور المجموعات في البطوله دوري ابطال افريقيا طبعا، كاس مصر بتتاهل على حساب المقاولين العرب حتى لو تاهل بشكل غير مقنع، اداء كان مش جيد، ضربات جزاء ترجيحيه، لكن في الاول وفي الاخر حققت الهدف، بالتالي كمان بتستمر في انتصاراتك في الدوري بعد فتره التوقف، فدي كلها امور مهمه. فاللقطه زي دي مثلا حضراتكم شايفينها لقطه لذوي الهمم اللي كان النهارده، يعني كان واحد من الناس اللي بيآزر دايما دايما جمهور او بيآزر دايما فريق النادي الاهلي في الملعب، وكان حريص كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ وجهاز المعاون ان هم يعني يحيوه ويسلموا عليه، ويعني دي الحاجات اللي زي دي واللقطات اللي زي دي بتبقى اكبر دافع يا جماعه للاعيبه النادي الاهلي، لما تلاقي يعني البعض بيبقى حريص على متابعه المران ايا كانت ظروفه ايه، المران مش حتى المباراه، فده يخليك تبقى نازل تاكل النجيله في الملعب. فيعني دي كل الامور اللي حصلت خلال مران اليوم.